إلى ما تشير الأقمار الصناعية؟ حتى الآن ولا أدنى شيء، فقدت الإشارة. أتعرف ما الذي لا يفقد الإشارة؟ الأوراق. هذا الطريق سيوصلنا إلى البركان مباشرة، قد نواجه العقبات. فلنبدأ العرض إذن. وافق. حسنا. ما الذي نبحث عنه هنا إذن؟ الخريطة تظهر كل الهياكل حول البركان ومواقع القوات المحصورة وأبراج مراقبة. أبراج مراقبة؟ كان إيفري أكثر المطلوبين في العالم. هذا فإن كان يخفي شيئا هنا فإنه يحتاج لحماية. وأحد الأبراج على البركان مباشرة. مع كنز إيفري. نعمل هذا. أرى بعض الأطلال أمامنا. انتظر، سألقي نظرة. فيكتور، ألا تزال كثير السفر في هذه الأيام؟ أنا أحاول. أفضل المهام التي تفعلها. كنت أخبر نيسان كم تغيرت الأمور بعد تحول الكثير من الأعمال. هناك خيارات كثيرة للتخلص من البضائع. بالتأكيد، لكني أفضل الحديث إلى العملاء وجهاً. لا يوجد الكثير عليهم أكثر. حسناً، لا شيء يستحق العناء. لنواصل التحرك. ما هي احتمالات ثوران هذا البركان علينا؟ صفر، انه منطفئ. هذا اول شيء بحثت عنه عندما قلنا اننا سنذهب الى البركان. لكن الرجال اسس سياره تفعل معي. هل تعني انك قمت ببعض البحث حقا؟ لن تكون العالم بخفايا الامور في كل مره. انظر الى كهف سري خلف شلال. أيها السيدان، نحن في مغامرة قراصنة. أنتما طفلان؟ إذن فيكتور، كيف تعرف خليج الملك؟ بالطبع. فشلت الصفقة وقبض عليك ورشوت قائد الشرطة. تحية بالطبع. وأثناء الحرب على الرشوة توطدت علاقاتنا. إنها ملحوظة. لدي زيارة المكان كل بضع سنوات. ربما نستطيع استباق أي مشكلة نتعرض لها. أما زلت قادراً على الوصول إليه؟ إليها؟ أوه، هذا خطأ. لم يكن الأمر هكذا لمرة على الأقل. رأينا العالم بنظرة متشابهة. كما أنها انتقلت البرازيل. مرت سنوات ورأينا بعضنا. حان الوقت للزيارة. ربما، لكن فلنلقي هذا. ربما عليك تحذرنا في المرة القادمة. هذه أول مرة أستحم فيها مرتين في نفس اليوم. فيكتور، ماذا قلت؟ صحيح، ربما، لكن فلنلقي هذا أولا. ذلك الجسر هو ما ندعوه متهالك. يبدو هذا واعدا. هيا هيا عم. هيا 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 هيا. نجح. حسنا يا فتى، حاول ألا تسقطنا. لا تسرع، تحرك في المنتصف. توجيهات كثيرة من المقعد. نحن طاير، كل على ما يرام. يا للحنة. الأمام والأعلى. أثاروا إطارات. هناك من مر من هنا. انظر هناك على التل، هناك برج أو ما شابه. هذا جيد. أي فيكتور، لما كنت تتجادل مع مسؤول تأجير السيارة؟ لقد أصر أخوك على سيارة دفع نوعين برافعة.
إذا رأيت الحصول على سيارة برافعة ولم تفكر في سيارة بعاد، إنها مهمة. الفراشة على طريق الواعد قد تبطل وتروح للأرض. تمهل يا فتى. نعم. إذن يا نيثان، تعتقد أن أفري وتيو مع آخرين من كبار القراصنة جمعوا كنوزهم وخرجوا؟ لماذا بالضبط؟ مالياً، ربما للحماية. السلطات البريطانية ضيقت الخناق عليهم. بالتأكيد، ربما ساعدهم على الاختباء. يعني واضح أنه كان يحب إخفاء الأشياء. هيا. كانت جدا مشكورة. لنذهب ونفحص البرج. لدي خطط لهذه الرافعة. إنه في حالة جيدة بالنسبة لعمره. بالتأكيد أطلال من حقبة إيفري. هكذا، هذا سيكفي. سام، انظر. هذا رمز كريستوفر كوندنت، قبطان فايري دراغون، بدأ من مدغشقر في عهد إيفري. إذن ربما كان إيفري يجند قباطنة القراصنة، لماذا ليكون حراسة؟ هذا غير معقول. كان ليس كذلك. ربما كان كل قبطان مسؤول عن مع توفير الرجال لحراسته. مهما يكون الأمر، هذه بالتأكيد ليست المحطة الأخيرة في حياتي. هذا ممتع. منحدر أكثر مما يبدو. جاهزان؟ نحاول. هيا بنا. كمان. أرأيت يا صالي، الرافعة تستحق ثمنها. اجتزنا تلا، لكنه لم يكن مجانيا. ليس بعد، إنها انتصارات صغيرة. سأحتفل بالانتصارات. تمتع أيها السيدان. واو، هذا مذهل. تخيل لو جاء أحدهم إلى هنا وهو قرصان فارع بعيداً عن الحكومة القمعية. القراصنة المطموعون المساكين لن يرغبوا سوى في القتل والنهب في السلام. لا لا، أرادوا الحياة كأحرار. إن اخترت مكاناً لتهرب إليه من المجتمع، فهناك أماكن أسوأ. سابق. ما أقصده أن الأمر سهل لنا. سأعود. نيثان. نعم، المعذرة. سام، ماذا قلت؟ صحيح، كنت على أي حال، ما أقصده الأمر سهل جدا. حقا، ومع ذلك استغرق طويلا. ما أنظر إلى ذلك. توقف، توقف. أراهم. ماذا نواجه؟ جنودا يتحركون في المكان. رجالنا دين؟ أجل. اللعنة عليهم. يبدو أنهم وجدوا موقع مستعمرة. لكنه الموقع الخطأ. هذا الخبر الجيد. وهذا يعني أن هناك خبرا سيئا. الطريق الوحيد للبركان عبره. تباً، علينا أن نهاجمه. ما الخطة يا نيثان؟ اتبعني فحسب. ان ظهر الأخوان دريك فتعرفون ما عليكم فعله.
سنقضي عليهم، وآمل أن أصل إليهم أولا. يداك المرتعشتان لن تمكناك من أي شيء، سيكون شرف القضاء عليهما لي. أتراهن على الأمر بالمبلغ المعتاد؟ اتفقنا. آن الأوان. اللعنة. ريف ونادين لديهما يعثرون على الكنز بالمصادفة. انظر، رمز آخر.
آدم بالدريدج كان يدير خليج الملك. كان تاجراً ونخاساً وغد حقيقي. انظر لنفسك. نعم، السجن، كتب كثيرة. ربما يمكنك الاتصال بها وتقنعها بأن تبعد رجالها. نعم صحيح، لنعدها بأكبر مما وعدها به ريك. هذه ليست طريقتها، إنها مرتزقة ممن سأعود في الحال. إيك أريد التأكد من شيء ما. حسنا يا صالي، أنا منصف. أوه جيد، والآن هذه ليست طريقتها، إنها مرتزقة لمن يحصلون على الأموال أولاً، ولذلك أعتقد أن ريف له الأسبقية. انظر، شورلاين. إنهم يهاجمون بكل ما لديهم ويقتربون بشدة من البركان. كنت أفكر في نفس الأمر، ماذا لو عثروا على كنز بالفعل؟ انظر إنهم يفتشون المكان، لو كانوا عثروا عليه لكفوا عن البحر. نعم، أنت محق. أعتقد أن ذلك المبنى يستحق الفحص. حسناً. هاي، ماذا تفعل؟ خط في دونا. ماذا يوجد هنا؟ يا صالي، خذ السيارة إلى الخلف. ماذا لدينا هنا؟ إذن
لا شيء مهم، سأريك في الفندق. صالي، عما كنت تتكلم؟ نعم، إذا مؤكد. بالإضافة إلى الكتب، التمارين الرياضية، التدخين، محاولة تجنب صراعات العصابات، أفكر كثيرا. هذا كل شيء. فلماذا لم تجعله يخبرنا بأمر؟ لقد حاولت. طلب. تبا، ترى ذلك الدخان. شور راين، مهلا. سام، عما كنت تتكلم؟ صحيح، لقد حاولت. طلبت منه إرسال خطاب إلى صندوق بريد. لن يصل. هذا لأن مدير السجن رآه. تعرضت لعقاب شديد، أمر ذلك الحارس الثاني. يا إلهي، لكن حصلت على حماية خاصة عندما وضعني مدير السجن في زنزانة أكاسا. لم يتم الأمر كما توقع. لقد تذكرت شيئا. في الحقيقة لقد تعاملت مع الكازار من عدة عقود حتى قبل. واو، يبدو أن شورلاين قد وجدوا شيئا. ببطء. لك هذا. فيكتور، ماذا قلت؟ صحيح، في الحقيقة لقد تعاملت مع الكازار منذ عدة عقود. حقا؟ وكيف لا تزال حيا؟ لم يكن بنفس سطوته حاليا، كان لا يزال يشق طريقه في عالم المجرمين. لقد قمت بتهريب بعض المطبوعات الخشبية من اليابان وبعتها لزعيمه، كان محبا للتاريخ. مع سعود سام هناك التحف، كما لو كان سينفجر عند أقل استفزاز. لم يتغير كثيرا عما كان عليه. أخذت نصيبي وابتعدت عن ذلك. Thank you.
الأمان. إذن دخل قرصان إلى حال. عظيم، ها نحن نبدأ. ولديه عجلة قيادة تخرج من حجره. حسناً. فيقول له الساقي: يا رجل، ما أمر العجلة؟ فيرد عليه القرصان: إنها تقودني للجنون. أحب ذلك. لا تدعني أتركك وحيداً هنا. واجهوا بعض المشاكل. نصفه طبيعي ونصفه صناعي. المزيد من حمض الشرب. نفجره بأنفسنا، وإن عثرنا على الكنز فسنحصل على مكافأة خاصة لنا. إياك وتفكير في الأمر، لقد عنادين تطلقني بسببك. يوجد شيء في الأسفل بالتأكيد، لن يعرف أحد. ستعرف، الطاقم سيعرف وسنطلق موتا. نعم، لكني أنا متعب، من فضلك انصرف. حسنا. حسناً، انتظر. ما هذا؟ لا يوجد شيء هنا. حسناً إذن. مهلاً، مستحيل أن أكون تخيلت هذا. لا شيء. ما هذا؟ كان ذلك. حسناً إذن.
شيء هنا. رأيتهم يتجهون هكذا. تحرك، فتش تلك المنطقة. أجل، ابحث في المنطقة. يمكن رؤية خليج الملك بالكامل من هنا. انظر، ها هي المدينة. وها هو وادي النهر. انظر، هناك برج آخر فوق التل. هل هناك أحد من شرلاي؟ لا أعرف. انظر إلى هذا، منظر بديع. أشعر دائما وكأنني سأجد نفسي في السجن الانفرادي، وكأن الأمر كله حلم. سام، لا لا، إحساس بالذنب. أنا فلنذهب ونعثر على هذا الشيء. بالتأكيد. إذن كيف حالك؟ لازلت بخير. أقدر لك مرافقتنا وأيضا التفاوض مع مسؤول التأجير. لا مشكلة، سأكون كاذبا لو قلت إنني لم أكن أستمتع. وأنا أيضا. ليس في مكانه، لكن لا تنشأ الجسور المتحركة إلا للحماية. مثل كنز قراصنة؟ ربما. رمز آخر. إذن هل تعرف هذا؟ في الحقيقة نعم، رمز آنبون. كان نفوذها في منطقة البحر الكاريبي، ظننتها ماتت بالسجن. هذا ما نعرفه من القصص على الأقل. صحيح. لابد وأن إيفري دعاها أيضا.
ذلك الجسم. حسنا. كن حذرا يا فتى. سأعثر على شيء آخر. اسمع، يوجد برج ضخم بعد الجسر المتحرك، الأضخم حتى الآن. سام، هيا أنا بخير. أنت بخير؟ نعم. أيمكنك؟ أردت على الخير. اهدأ أنتما الاثنان. سأفعل هذا. هناك ذراع كبير واحد. استمر في عملك الناجح يا فتى. ما هذا؟ انتبهوا لأنفسكم، بل نشكل شبكة يا سادة.
المزيد من شرائع. حسنا الآن لننزل الجسر. لنعد المحاولة. برج كبير على بركان. يبدو أن النهاية قريبة. ها؟ واو! لست متزمتا، لكن أنفق إيفري الكثير على الأبراج. ماذا كان ليخسر لو صنع صورة حينها؟ فألقي نظرة. لم أخبرني بكم تدين إلى الكزار. النصف. نصف ماذا؟ إنه لا يعلم.
وسرقة غانزويل. قيمتها 400 مليون. صحيح، لكن إن كانت نظرية ميسون صحيحة لم أكن أتوقع أننا سنصبح شركاً. الكل جاهز. حسناً إذن. كنت في حال أفضل. اخرجنا من هذا يا رب. تماسكا. أتمنى أن نخرج بسلام وأن ننجو من الموت ونعود الحياة النادية. بهدوء يا فتى، بهدوء. كان ذلك ممتعاً. سأخبر طبيبي النفسي عن تلك التجربة. أترى طبيباً نفسياً؟ لا، ولكن سأفعل بعد هذه التجربة. كفى، أنتما تبالغان. كنت أسيطر على كل شيء. تمسك بشيء ما. نفير ناجح. نعم، بالكاد أشعر بخيبة الأمل. بالكاد. والآن هيا بنا ندخل. نذهب ونحصل على الكنز. لا مرور من هنا. سام ساعدني. نعم. فلنرى ماذا لدينا. يبدو أن هناك شيئا ما هنا. سام؟ نعم، فلنفعل هذا. اللعنة، إنه مغلق. فلنلقي نظرة. هاي، احترس مع ذلك يا فتى. انتبه. قلت انتبه. يراهن كثيرا على هذا. قادم.
انظر لهذا. القديس ديزما، تقابلنا ثانية. إذن ماذا لدينا؟ رموز أكثر، وهذا هو إيفري توماس تو، وهذا آدم بولدريدج، هذا جوزيف فارو وريتشارد وانت. قباطنة القراصنة. فكرت في نظرية تجمع القراصنة لم تكن بعيدة عن الحقيقة. حسناً، ما السر هنا في رأيك؟ هل ندفع زراً أو نسحب شيئاً؟ ربما إحدى الأذرع أو لتحاول. اسمع، عندما تنتهيان من العبث للقديس ديزما المسكين، تعالي وألقي نظرة على هذا. شبه منحرف، واضح أنه يمثل البركان. التاج هذا خليج الملك. لدينا خريطة أيها السادة. فيكتور، أنت عبقري. هل سمعت يا نيت؟ عبقري. نعم نعم. حسناً، إن كنا هنا فالبرج يصطف مع رمز إيفري. حسناً، إذن الرموز الأخرى؟ إنها الأبراج من عهد إيفري. أعني لا بد وأن الكنز في أحدها. نعم، ولكن أي منها؟ أمامي 12 برجاً. هي فيكتور؟ ها؟ هل بدأت في تدخين السجائر؟ يبدو أننا لسنا أول الحاضرين. انتشار نشيط. نأمل هذا. أنت بخير؟ نعم نعم بخير. سام. نعم أنا هنا. ماذا تفعل؟ أتأكد من بعض الشكوك. تباً، انظر لهذا. اكتشفوا الأبراج أيضاً، المواقع، الرموز، الأعمال. والآن ماذا؟ والآن ماذا؟ الآن قضي علينا، لأننا ثلاثة فقط، وبالتأكيد عددهم ضخم ويسبقوننا بخطوة. ولكن لا يعرفون أي الأبراج المنشودة. رائع يا نيثان، لا نعرف البرج. بل نعرف. انظر، إنه مهترئ، إنه مطابق. أنت واثق؟ لأنه قد يكون هذا أيضاً. دباً. ومع ذلك فإن اثنين أفضل من 12. حسناً، سأفتش هذا البرج، وأنت وسولي فتش ذلك. لا 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 لا، رجال ريف يغطون كل تلك الأبراج. بالضبط، ولهذا إن كنا نريد أي فرصة فعلينا أن ننفصل. فلتنتظر قليلاً يا سام. إنه محرك، البرجان في طرفين متعاكسين في الخليج. اللعنة. استدعينا إن قبلت أيا من أوغادي شورلاين. ها؟ أراك قريبا. ها
هيا يا نيت، يجب أن نسرع. نعم.